السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كونفيتور أو المربى ديال الماندالين والتفاح. كيجي لذيذ بزاف وكيلوح واحد الكمية كثيرة، ممكن تحتفظوا به مدة طويلة واقتصادي. نتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم، وما تنسوش دائما تشتركوا معايا في القناة ديالي والضغط على زر الجرس باش توصلكم جديد الحلقات ديالي. ودابا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو في هذه الوصفة ديال المربى عندي 4 كيلو ديال المندالين، 2 كيلو ديال التفاح، وكيلو ديال سكر سنيدة. بالنسبة للناس اللي بغاو كمية قليلة، إلا درتي 2 كيلو ديال المندالين ممكن ديري كيلو ديال التفاح ونصف كيلو ديال سنيدة. انا دابا بعد ما غسلت المندالين ديالي غادي نمشي نقيه ونقسمه على جوج، ونقطع التفاح حتى هو نقيه ونحيد ليه دوك العظمه اللي لداخل ونقسمه حتى هو على 4، ونتلاقاو ونشوفوا الطريقه. بعد ما نقينا الليمون مشاهدينا الكرام، نقينا وقسمناه على جوج، نقينا التفاح حتى هو وقسمناه على 4، خلينا ليه الجلفه ديالو القشره باش يعطينا لون زوين في المربى ديالنا. دابا غادي ناخذ ديك سنيده، كما قلت لكم في الاول عندنا كيلو ديال سنيده، نضيف ليه مباشره التفاح صافي. دابا غادي نحركو هاد التفاح وسنيدة والليمون، نحركو مزيان تيندمجو مع بعضياتهم. نخليوه حتى الصباح ان شاء الله باش ديك سنيدة تذوب. من بعد 12 ساعة غادي نوريكم كيفاش ولا مني داب ديك سنيدة، ونشعلو لي ديك الساعات البوطة. بعد ما دازت 12 ساعة مشاهدينا الكرام، داك الليمون وسنيدة والتفاح، هو سنيدة دابت كيف كتشوفو معايا، هي دابت صافي. دابا غادي نسدو على الكوكو ديالنا ونشعلو عليها البوطه، غير تغلى وتبدا تدور الصفاره نقصو ليها العفاس مهيله بزاف، ونخليوها تقريبا ساعه الا ربع حتى لساعه، ونتلاقاو ديك الساعه نشوفو كيف ولا الشكل ديال المربى ديالنا. دابا مشاهدينا، بعد ما طفيت على المربى ديالي دازت تقريبا ساعه ونص، عاد وجد ليا طفيت ليه وخويتو في واحد الاناء، ومن بعد طحنتو في الطحانه ديال المطيشه، طحنتو وخرج ليا بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديالو، يعني ضروري ما تطحنوه في ديك الطحانه باش يحيدوا لكم دوك الجلوف ديال التفاح وداك داك الفائض ديال المربى. ممكن مشاهدينا الكرام هاد المربى تحتفظوا بالنصف ديالو في المجمد باش يدوم لكم مده اطول. وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي باش نقدم لكم وصفه جديده، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.